جاني له حمص عيب بزاف دابا راه هاد الفيديو هادي باش نصورها ليكم، كنقول غير نحس براسي شويه غادي نصورها غادي نديرها ومولاها ربي، ومن بعد فوق ما حطيتها وندير ليها المونتاج. يا ربي هاد الاحساس، بغيت اي وحده كتسنى يكون عندها ان بيبي يعني وقع ليها بحالي تبقى مع تكون ما كتسنى عليها ما بيها صافي حتى تلقى راسها عامل سي سي فور. ما عرفتش ما كنعرفش نعبر، وفي هاد المواقف هذه الاغلبيه كيخرجوا الدموع. خلاصه القول انا كنساين لي ريغل باش نبدا لي زانجيكسيون. ساج فام قالت لي لو 4 جور، يعني كنتواصل معاها بار ميل، الكاتريام جور خاصني نبدا ندق دوك لي باري ديال لي زانسيميناسيون اللي عندي في الثلاجه، وكدوز سيمانه كندق واحد الباري اخرين. من بعد ملي كتكون فتره ديال الاباضه في واحد النهار محدد هي كتصل بيا كتقول لي خصك تمشي عند جينيكولوج اللي غادي نتبع معاه هنا في زول، يعني كيكونوا هما اتصال بعضياتهم باش مشي تشوف، باش تشوف هذيك الفتره الاباضه واش كلشي هو هذاك، واش هذاك هو الوقت اللي خصهم يديروا لي فيه لي زانجيكسيون. ومن بعد حنا خصنا نصبحوا في بوزونسون الصباح كما قلت لكم باش يديروا البريليفمون الراجلي ويديروا لنا لي زانجيكسيون، يديروا المهم لي زانسيميناسيون. هادشي اللي كان البنات. المهم لي ريغل ديالي كنتسنى وانا بديت كنستريسي بحال كنقول بحال هادشي كيوقع لي ماشي بالعاني البيرتورباسيون. كنتسنى لا دات باش فوقاش نبدا الدوسي تقبل في لا سيكوريتي سوسيال، الدواء جبتو عندي في الثلاجه كنتسنى البنات، كنتسنى ديك الوقت اللي غنبداو ندقو فيه لي باري باش من بعد نمشي ونمشي من بوزونسون. لي ريغل ما بغاوش يجيو. كان فيغ لو 9 فيفري كان عندي ديجا الروتار، مي كنقول واخا كنشوف واحد لابليكاسيون كنقول يمكن عندي شي مشكل فايت. وقعت لي واحد النهار ما جاونيش واحد الشهر، يعني كتقدر توقع سورتو في هاد لاج هذا، اما من لي هرمون اما من لو ستريس على حساب. ما فكرتش بالي انني نكون حامله. لو 9 كتصل بيا ساج فام بار ميل قلت ليها بازال ما كاينه والو، لو 10 والو حيت هما حاسبين معايا وكيتصلوا معايا باش يبقاو معايا اون كونتاكت وما ندير حتى شي خطا، سورتو اول مره ما كنعرفوش كومون سا سباس اللي غيوقع البنات. لو 10 لو 11 لو 12 لو 13 لو 13 ربعة الصباح حاشاكم مشيت للتواليت، مشيت للتواليت غادي ندير بيبي، و يعني كنلقى في البابي تواليت واحد طاش ديال الدم في الغوز. قلت صافي اونف، عتي فيقت راجلي في الليل قلت له صافي جو بونس ديبي ديال لي غالك، يعني كتوقع لي شي مرات الدوره الشهريه كيجي كيهبط يا اما شي حاجه ماغوند الوساخ اولا لو سون، ومن بعد عاد ما كتهبطليش انا لو ميم جوغ، يعني كتعطيك واحد لو سيني وغدا صافي كتهبط. صافي انا وجدت راسي قلت غدا لي غالك حسنا نحسبو لو بروميي جوغ ابوندون، يعني كتكون فيه الدورة الشهرية بغزارة هو اللي كتحسبي منه. ديك الليلة فاش كانت ديك النقيطة لا، يعني لو 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 13 غير قلت لها راه كانت اون طاش، وقالت لي لو 14 600 ابوندونت غادي تحسبي 4 جوغ، وتواصلي معايا تصيفطي لي ميل وتقولي لي فوالا باش نعرف انا لو 4 جوغ نقول لك شنو تبداي اش من شوكه تبداي تدقي. صافي هذا ما كان فرحت صافي قلت لي غير المهم راجلي حتى هو فرح لان ستريسينا كنشوف لي غير تعطلوا عليا ما مولفي زعما كيتعطلوا بزاف، مي هاد المره كانت الوغ لو 14 البنات والو السيرفيات كتبقى نقيه جينيك كتبقى نقيه. صيفطت ميل قلت ليها يا توجور غيان يا با دو ريغل ابوندونت. لو 15 والو البنات لو 15 ديجا في لو 14 في الليل مشيت ما كاين حتى شي حاجه، بقيت كنقول انت كيكون داك النقص ديال الحديد اللي عندي ولا الفيتامين عندي واحد لانيميا ليجير تكون يعني عندها شي علاقه بهذا الموضوع. ما نعستش هذيك الليله تنفكر بالصباح البنات داك التفكير والنعاس والتعب وهذا كنقول جوج الحوايج، اما عندي شي مرض عندي شي مشكل لي غاكل ما جاونيش لان بزاف حتى لو 15 هضر الروتار كامل، وكنقول غنكون حامله ما يمكنش، انا كنقول عندي شي مشكل ولا لي غاكل ما بقاوش كيجيوني. وليت كنمشي نقلب في الانترنت الناس اللي كيتحبسوا علي ليهم لي غاكل يقدر يتحبس علي، وانا كنقول انا عندي 36 عام يمكن وصلت لسن الياس دابا. المهم راه شي افكار انا كنبقى مبسيكوتي وكنبقى دائما كيكون عندي شي مشكل من النوع اللي كنستريسي وكنمشي للانترنت وكنبقى نقلب وكنبقى نضرب الحسابات في راسي. كنعاود لكم داكشي اللي وقع ليا صافي تما عند راسي بانني عندي شي مرض، يعني ما فكرتش فريمون انني نكون نقدر نكون حامله.
مشيت لا فارماسي نجيب الدواء ديال راجلي، كندوز غيسامون وما جابش الدواء ديالو، قلت غنمشي نجيب الدواء ولا ما قدرش نمشي لاكسيون غادي نشريه من لا فارماسي، ولا شت راسي حاسه براسي مزيانه اون ساشون كو هذيك الايام غادي نرجع لكم من بعيد عاوتاني، ما نقدرش نقول لكم كلشي. كنت كنمشي ندير لي كور ديال الكوندويت ديال بيرفيكسيونمون باش نبقى نسوق، هكا نخرج من المدينه وهذا، وكان كان باديني الوحم، يعني كنت كان الصباح ملي كنخرج انا في الحساسيه البنات، ومنين كنبروسي مي دون عندي الحساسيه ديال البرودوي ديال المعجون، كنبقى نجيف في الصباح، في الصباح كنجيف، ومني كنخرج في الدار حيت لوطو ايكول غير قريبه كنتمشى هذيك الايامات اللي كان فيها الثلج عندنا، في الطريق كتجيني الرده والترويعه، وشحال من مره يعني رديت فريمون تنحبس وتنضرك على لي فواتور وتنرد وما عارفاش علاش، وتنحس براسي في السخفه، ومني كيدخل امير في الليل كنقول له شوف راني كنت في لوطو ايكول مي ما عرفتش مالي، يمكن داك نقص الحديد ولا هذا داير لي لا فاتيك بزاف، راني غنمشي نشوف الميديسان جينيراليست، ما عرفتش مالي كنحس براسي سخفانه، وراني كنرد شحال من مره، واقيلا داك الحكاني تنحك سناني في الصباح البرودوي تيدير لي هكا خصني ما، وبقيت كنخرج ما فاطرش الصباح تالمون كو، واخا ملي كنت كنرد كنت كنرد غير لابيل غير داكشي صفر. المهم مشيت لا فارماسي لقيت لو تيست، لقيتو اون بروموسيون خديت جوج، تنقول انا غنشري التيست ما كنظنش غتكون، يعني بغيت نحيد داك الشك انني نكون حامله، انا في راسي عندي اون مالادي ولا لي زورمون وكان ان روتار بور اون ريزون او اوتر، دونك شريتو خديت لي ميديكامون دخلت للدار، هو نورمالمون كيقول لك من الاحسن انك ديريه في الصباح البيبي ديال الصباح، يعني كيكون بلو كونسونطري والنتيجه كتكون بلو فيابل. مي ملي كنقرا في السطوره لتحت كنلقى ان لو تيست تقدروا تديروه حتى في لا جورني، وما صبرتش ما صبرتش البنات، كانت شي 3 ونص ولا 4 قلهاش ما عقلتش بالضبط، المهم كانت في العشيه و درتو البنات وحطيتو، خصكم تخليه واحد 3 ديال الدقائق محطوط بلا ما تزعزعوه، مع ديك الهزه اللي كنهزوه البنات كنلقى جوج شريطات، وراني صورت لكم اللقطه صافي، تما الدنيا بدات كت تما عاد فريمون بديت كنشك وما مصدقاش، بديت كنشك وما مصدقاش. عزيزة تفكر بك ما مصدقاش لدرجة انني عاود درت التيست في هذيك الليلة، ولكن قبل عيطت للميدسان جينيراليست قلت لها، عيطت للسكرتير قلت لها انا خاصني اون اوردونونس ما عنديش رونديفو، تقدري تعطيني رونديفو دابا قبل 6 لان 6 كيكون الكونفينمون، وبغيت نمشي ندير التيست ديال الكروسيس، هي قالت لي اجي، مي انا مكلخه ملي كتكوني غير تاخدي غير اوردونونس سا سير ريان، بقيت جالسه ساعه ساعه وزياده في لاصال داتونت، والطبيبه اللي متبعه انا دائما كدير ساعه ساعه ونص وانت كتسناي، وتلمون كنت ستريسي وكنت كانت مخلطه عليا وباغا نعرف شنو، وكنت عيانه كان باديني الوحم كنت عيانه البنات، يعني كنت هذيك السيمانه كنت ماشي هي، يعني كانوا بداو التغييرات كي يعني في لو كور كي كي كيبانوا فيا، والتعب ولونفي دو فومير اي تو سا صافي، بقيت كنتسنى حتى دخلت على الطبيبه قلت لها فوالا راه خصني، ولقيت غير غومبلاسون قلت لها راه خصني اون اوردونونس بغيت نمشي ندير التيست ديال الكروسيس، قالت لي علاش بقيتي جالسه برا، مع شافت وجهي عرفتي البنات وجهي كان احمر في هذيك لا بيريود، الدم ما عرفتش كيفاش طالع ليا في وجهي، المهم غنهضر بزاف في هاد لا فيديو مي فرانشمون سا في دو بيان، و كنحس براسي مزيان باغا نهضر. قالت لي ما كانش خصك تسناي، المهم عطاتها ليا 6 موان 10 كنت في اللابو البنات، 6 موان 10 دخلت قلت لها فوالا بغيت ندير التيست، لقيت التيست ديال الدار بوزيتيف وبغيت نتاكد بغيت ندير لو تيست، قالت لي نورمالمون غنديروه لك اون لين غتلقاي الريزولتا سو سوار، مي هذيك السيده اللي تما الما غاسوري قالت لي نورمالمون ملي تيكون ديال الدار بوزيتيف راه بريس 99% كيكون فيابل، يعني راه كنتي حامله، غير خصنا نعرفوا شحال من سيمين وشحال من، باقا انا كنقول فراسي لا كاين شي مشكل، عندي شي مشكل في شي هرمون ولا شي حاجه، داكشي علاش شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم درت لو تيست مع ساليت مع السته ستو خرجت بحالاتي، المهم قلتها الامير وداكشي، امير تيقول لي لو تيست فيابل انت راكي حامله، وفرح بدا كيبكي وداكشي وبكينا بجوج، لي تيست تعطلوا كانوا بارسيال في المره الاولى، ومن بعد عاد باش عرفنا راه فريمون بوزيتيف، مي قبل ما نشوف التيست ديال الدم
اون لين درت التيست الثاني، راه عندي واحد اخر دابا نوري لكم، مشيت حليته وعاود درته انا وراجلي، قلت له ربما نكون انا حيت ما مولفاش كنديرو وكون درت شي خطا ولا ما احترمتش الوقت ولا هذا، عاود داروا معايا مسكين وداك الشيء صافي عرفت راسي. صافي قال لي بوزيتيف، وفي الليل مع ديك العشرة جاتني اون نوتيفيكاسيون كندخل كنلقى بوزيتيف بوزيتيف، وباقا ما مصدقاش. باقا اقسم بالله العلي العظيم تخلطت عليا، كنقول يا اما كنحلم يا اما عندي شي مشكل يا اما راه سي با بوسيبل. 8 سنين وكنا غنبداو البي ام، وشوف ربي سبحانه وتعالى ملي كيبغي ما عرفتش كيفاش نقول لكم. والله كانوا هذيك الثلاث ايام الاولى دي زيموسيون ما تخيلوش كيفاش، غير البكا والفرحه وداكشي تخلط عليا. امير خلاص امير بيرتورباسيون توتال، كنفهم شي وحده ملي كدير بحال هذا الفيديو كت يعني كتعاود، وسورتو انا كتكون مده ولا كتسنى سي لو برومي بيبي و دي زاني سي ان باركور اللي ما ساهلش اقسم بالله العلي العظيم، سورتو ملي كتلجئي لا ميديسين وكتمشي من الطبيب للطبيب والطبيبه تقلبك، وهادي سي دي تروك كي سون دور سورتو لا بيرسون اللي ما كانتش مولفه يعني كت عندها مشكله مع لو كور ديالها بحالي انا. هذاك النهار خصكم تعرفوا اللي كنكون غادي نمشي للطبيبه الستريس طوطال وشنو غنلبس باش نكون مرتاحه، والطبيب كيفاش غدير ليا، واش غيكون راجل واش غيكون مراه، واش غيدوزوني انفيرمي ولا جو مو بوز بلان دو كيسيون. وهذاك هو اكبر ستريس عندي في حياتي عرفتي، راه نمشي ندير اون اوبيراسيون نتبنج ما نكون عارف شنو كيوقع، ولا نمشي نشوف ان جينيكولوج يعني هذا الشيء عندنا طابو يمكن ما عرفتش واش عندي انا، ما عنديش مشكل نمشي للطبيب، مي ما ترباتش فينا هاد الثقافه هادي ديال الطبيب ديال النساء وتمشي يعني دائما كانت كتجيني الخلعه ان غتكون عندي شي حاجه ولا انا جو في مال رياجير ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، وتنخاف تنخاف تيخلعني جينيكولوج تنخاف لي جيست ديالو ما عرفتش كيفاش غنقول لكم. البنات تقول هاد البنت هادي مالها مسطيه، مي هذاك النهار اللي تيكون عندي رونديفو ديال جينيكولوج كنكون ستريسي ما عرفتش علاش، كثر من نهار اللي غندوز الباك ولا مشيت غندوز شي اونتروتيان ولا تنكون ستريسي بزاف ما تخيلوش حتى لواحد الدرجه، لان كتحطي حوايجك كت ما عرفتش داكشي كيجيني طرو انتيم وميم طون توي اوبليجي انك دوزي من هذيك ديك البيريود. مهم والله زعما تنفكر في هذا الشيء كنقول بزاف ديال الحوايج كيدوزوا على الراس ديال بنادم، ولكن الحمد لله. مهم صافي تاكدت بالتيست بانني حامله، وداك الليله ما نعستش راجلي بالفرحه نعس البنات نعس، مع انه كان عنده ديك الايامات كانوا عنده دي بروبليم دو سونتي، هذيك الليله نعس مزيان وانا هاكا الليل كله وانا كنقلب ديك التحليله في التليفون وكنشوف هذا حاطه حدايا الليل كله والبنات، وكنتاكد وكنشوف السيمانه شحال عندي ديال شحال كاين داك لو شيفر اللي كيقول لك شحال ديال لي سيمان، وكنشوف في الانترنت والفيابيليتي ديال التيست ديال الدم شكيت فيه تنقول راه سي با فيابل، كنشوف في الانترنت واش عمر شي واحد حط شي بوست على هذا الموضوع هذا، وكنشوف لي جروب في الفيسبوك الليل كامل ما نعستش البنات ترفعت ما نعستش في الصباح، قلت لراجلي غادي نمشي للطبيب راجلي ما يخدمش، عيطت قلت لها راه جي بوزوان دو رونديفو هاد الصباح هذا عافاك، قالت لي اجي مع 10 ل 10 ونص صافي. داني راجلي مشينا وشفت الطبيبه وهي ماشي طبيبه ديالي غير رومبلاسونت، دخلت قلت لها فوالا لو تيست جي لي روسو هيير، قالت لي راه بوزيتيف، قلت لها راه شفتها ولكن كان خصني نسمعها من عند الطبيبه، ما عرفتش علاش ما عقلي ما كانش كيتقبل متقبل، ومن من من الفرحه ماشي من الصدمه من الفرحه تخلط عليا داك الشيء عرفتي، وليت ديك الليله ما نعستش تشللت في راسي كنقول يا ان بروبليم كيلكو بار يا ان بروبليم كيلكو بار. هذيك الطبيبه كتقول لي لا راه توي فري توي بيان انسانت ودابا يفو فير اتونسيون لي 3 و 4 برومي موا راهم شويه صعابين، وهنا في البيبي كيكونوا بزاف ديال يعني فاش كيتكون راه ما خصكش تهزي تدخل راه ما خصكش، حتى هي تتهضر هي تتهضر، وانا حتى باقا تنفكر في داك النهار اللي درت فيه التيست وباقا ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصافي حتى ملي خرجنا كيقول لي امير فهمتي داكشي اللي كانت كتقول، وكتهضر لي على التوكسوبلازموس وكتهضر لي على الليستيريا نغسل الماكله خصها تغسل وما خصنيش ناكل هادي نحضي راسي
وفي الاخر قالت لي زعما هي كان كيحسب ليها كنا ديجا يعني عندنا ديجا الوليدات الصغار، قالت لي سا سخا لو كومبيان، قلت لها سي البرومي اه، قالت لي سي لا توت بروميير فوا سي بور سا فوزيت بيرتوربي. بقيت غير كنشوف فيها والدموع الدموع 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 نهضر معاكم ومن باسكو انا شفت تري موتيف و المهم ديما كيسبقوني. المهم داك النهار شبعت بكا وبقات المهم تعطلنا معاها واحد نص ساعه وهي تدوي معايا شنو خصني ندير بروميير غروسيس يفو فيغ اتونسيون، وعطاتني تحاليل نديرهم وقالت لي كاين واحد التحاليل خصني نديرهم مده شهر، كل شهر خصني ندير التحليله ديال التوكسو وديال ديال ليستيريا. عرفتي ديك الاحساس اللي خرج من عند الطبيب، صافي ما كاينش شك، كنقول نوال تي اون سانت تي اون سانت تو فا فوغ ان بيبي سي بون فو اريتي. داك الشيء اللي كان تشلل ليا في دماغي، داك البلوكاج اللي كان وقع ليا، صافي بقيت تنقول سي بون جو سوي اون سانت، تنقول راسي جو سوي اون سانت فو اريتي. كنت تنفكر عاوتاني نقلب في الانترنت، راجلي تيقول لي سي بون، راجلي بدا كيطلع لي الدم لانني ما عرفتش كيفاش غنقول لكم. داكشي خص الانسان يعيشو باش يحس بيه، مي فوالا تخلطت عليا البنات، تخلطت عليا مي احساس زوين بزاف يعني. يا ربي كتبوا لاي وحده كتسنى، يا رب يا ربي ما كرهتش اي وحده كتسنى ان يكون عندها الوليدات تحس بهاد الشهر، هاد الشهر يتعطل عليها لي غير يوقع عليها كيما وقع عليا. جاني لوحه مصعيب بزاف دابا، راه هاد الفيديو هادي باش نصورها لكم، كنقول غير نحس براسي شويه غادي نصورها غادي نديرهم ولا ربي، ومن بعد فوق ما حطيتها وندير ليها المونتاج. يا ربي هاد الاحساس، بغيت اي وحده كتسنى يكون عندها ان بيبي يعني يوقع ليها بحالي، تبقى مع تكون ما كتسنى معني ما بيها صافي حتى تلقى راسها عامل. سي سي فور ماش ما كنعرفش نعبر، وفي هاد المواقف هادي الاغلبيه كيخرجوا الدموع. قلت لكم تخلطت عليا، ما هو بكى ما هو ضحك ما هو الحمد لله يا ربي. جو في ايفيتي انني نبكي في هاد لا فيديو، حيت يا با دو ريزون باش نبكي، غير هاد البكاء هذا راه غير ديال الفرح، فريمون ديال الفرحه، وتخلطت عليا من كل جهه، ما كتكونيش متوقعه واحد الحاجه، وسورتو في هذيك اللحظه اللي كنقول لكم انا كنتسنى الدواء عندي في الثلاجه، كنتسنى انني ندير لي انجيكسيون باش ندير لانسيميناسيون بزونسون.